اهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي مع وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله جيت باش نحضر معكم كلاصاج ميروار، كيجي ناجح ورائع بزاف واقتصادي وسهل في التحضير. ما نطولش عليكم، غادي نبداو باش نتعرفوا على الطريقه والمكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الوصفه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاج في هذه الوصفه، عندي كاس الا ربع ديال السكر، عندي نص كاس ديال المايزينا ولا نشا الذره، عندي هنا كاس اونص ديال الحليب هما اللي غادي نحتاج، وعندي ملون غذائي. تقدروا تستعملوا الملون اللي بغيتوا، انا استعملت ملون احمر. غادي ناخذ واحد الكاسروله، غادي نضيف فيها كاس اونص ديال الحليب كيف ما كتشوفوا، غادي نضيف عليهم كاس الا ربع ديال السكر الخشن، وغنضيف عليهم مايزينا. بالنسبه اللي ما عندوش مايزينا ولا النشا، غادي ديروا الدقيق، حتى الدقيق كينجح في هذه الوصفه، اصلا ما كاين حتى شي فرق ما بين المايزينا والدقيق. صافي، غادي نخلط بالطراب اليدوي هاد المكونات هادو باش ما يبقاوش ليا دوك التكتلات ديال الدقيق والمايزينا، عفوا ديال المايزينا. غادي نوضعهم فوق نار اللي متوسطه، ما تكونش مرتفعه بزاف، وانا كنحرك باش ما يلصقش ليا في الكسرونه. صافي، هنا غادي نصفي هاد الخليط. هنا ملي صفيتو كيف ما كتشوفوا، غادي نضيف شويه ديال الملون. بالنسبه للدرجه ديال اللون نتوما اللي غادي تحكموا فيها، بغيتو يكون حمر بزاف غادي تضيفوا ملون بزاف، انا بغيتو فقط يجيني شويه وردي، هذاك الشيء علاش ما غاديش نديرو حمر بزاف، بغيتو يبقى غير غوز كيف ما كتشوفوا. صافي، ملي غادي نخلط هاد الكلاصاج في الاخير غادي نرجع معكم باش نشوفوا الشكل ديالو النهائي. وهنا كيف ما كتشوفوا انا غادي نوضعوا على الحلوه نيشان. هاد الحلوه هادي راني صورتها، غادي ندير وغادي نلوح لكم فيديو ان شاء الله. صافي، غادي نحاول نوزعوا على الحلوه بهذا الشكل. انا درت التبصيل من التحت باش هذاك البقايا ديال الكلاصاج طيح في هذاك التبصيل. صافي، كيف ما كتشوفوا هذا هو الكلاصاج، كيجي رائع بزاف وكيجي ناجح واقتصادي 100%. كنتمنى انكم تجربوه، وهنا كيكون الفيديو ديالنا سهلة. الى عجبكم ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، الى كنتو جداد في القناه ما تنسوش انكم تشاركوا فيها وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد من الوصفات والفيديوهات ديالي. وهنا كيكون الفيديو ديالنا سهلة، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.